إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكل من يتابعنا داخل الوطن وخارجه في هذا البث المباشر. الدور الأخير من إقصائيات أولمبياد باريس 2024، المنتخب الوطني المغربي يحصل على نتيجة إيجابية في قلب زامبيا بهدفين لهدف واحد. كما كتعرفوا هذا المنتخب هذا لعب مع المنتخب الوطني المغربي مباراة بعد كأس العالم، جوج ديال المقابلات لعبونا في المغرب وخسرناهم كاملين من بعد ما جينا من كأس العالم مع نفس المنتخب. المباراة اللي تلعبوا في مدينة بركان وخسرناهم بجوج، وها هو المنتخب الوطني المغربي في المباراة الرسمية كيبين على أن كعبه عالي، والطريقة باش لعب المنتخب الوطني المغربي ربما لبعض الإخوان كيقول بأن هناك ما كانش تركيز. راه صعيب أن اللاعبات يلعبوا في هذا الجو ممطر في هذا الملعب هذا، وكذلك الضغط الجماهيري تقريبا راه اكثر من 40 الف متفرج في زامبيا. اكيد بان الطريقه باش لعبوا اعتمدوا على المرتدات، لو ان كاين هناك تركيز من اللاعبات اكيد غادي نشوفوا ان تكون حصه اكثر في الشوط الاول. لكن الدخول ديال اللاعبات توتنهام كان عطاء التركيز وسجلت هدف اللي عطانا التقدم في انتظار مباراة الإياب اللي غتقام هنا في المغرب. تحياتي السيمو إفرانس دائما معنا، الإخوة اللي تكتبوا في التعليق حضور سليم، العدس والفول بعدكم انتم. رشيد سير تفطر، ايه كلنا غادي نمشيو نفطروا، بقات واحد جوج دقائق تقريبا على الأذان ديال جوج دقائق ولا 3 دقائق. ربما هنا في طاطا مازال ما ودنا، ولكن في بعض المدن المغربية ودنا عندهم. برافو لماروك ناصر الدين الرحاوي. نتمنى بأن هذه المقابلات ديال كرة القدم السيدات كيوقعوا فيها بزاف ديال الأخطاء، والمنتخب الزامبي راه غلبناه هنايا في المغرب جوج المرات مساد الأهداف. أكيد إلا ما كانش التركيز راه يقدر يدي لنا الاقصاء الى ما ركزناش في المباراه الجايه وما نديروش اللعب. راه حنا ما درناش اللعب في هذه المباراه هذه، والمدرب عرف كيفاش انه اقتنص على الاقل التعادل، مش بانه يجيب التعادل الا الفوز بفرق هدف واحد. رغم ان كان هدف تسجل ديال المنتخب الزامبي ما عرفت علاش بالضبط على التسلل، الضربه الجزاء الخياليه اللي كانت عند الحكمه المنتخب الزامبي وضيعها في الشوط الاول. هناك العديد من الاشياء في هذه المقابله، ولكن الاهم هو الفوز خارج الديار اللي غادي يعطي اللبؤات شحنة أخرى من أجل التألق في مباراة الإياب. واش ماتش نهار 3 خاص الجمهور يكون حاضر من أمريكا؟ حنا دابا 3 في 59، حنا عندنا 56 أخا هي الجمهور. إن شاء الله نتمنوا يكون حاضر. ما عرفت فين غيلعبوا، واش غيلعبوا غالبا غادي يلعبوا في الرباط، بحال واش غادي يلعبوا في مراكش المباراة الجاية. شي تيقول مراكش، ولكن الخبر المؤكد ما عرفت بالضبط. اللي فهمت انا اللي سمعته هو ان المباراه غتلعب في ملعب مولاي الحسن بمدينه الرباط، ماشي بالضبط ملعب مراكش. ملعب مراكش كبير، ربما ينقلوا الملعب مراكش الى كان الجمهور غادي يحضر بكثافه. مازال ما تحددش الملعب فين غادي يتلعب. جابوها مع الفطور، الله يكون في عون طاجيكستان. مبروك لبؤات، فوز مستحق، اتمنى العوده انتصار والتاهل الى اولمبياد ان شاء الله. نتاهلوا نشوفوا هاد اللبؤات في اولمبياد. الاخ سيمو فرانس سعيد الراكي، هدف التعادل صحيح اخي لم يكن تسلل. نعم هدف التعادل كان تسلل، ولكن البيلانتي ما كانش، الضربه الجزاء ما كانش. ملعب نعم غالبا ملعب الامول والحسن غالبا غيكون هو نفس الملعب، حيت يلعبوا في نفس الملعب، حيت لبؤات الاطلس كيلعبوا في هذا الملعب والفوه يقدر يلعبوا في ملعب كبير. وربما هاد اللاعبات ديال زامبيا عندهم اللياقه البدنيه وغادي ياثر على لاعبات المنتخب الوطني المغربي. كنظن بان المباراه غادي تلعب في ملعب مولاي الحسن، اي في ملعب كاين معاش لاعبين مع العشرة.
10 ديال نهار الثلاث 10 مديرين شبيه التوقيت المغربي، حيت معنا الاخوان بزاف الجاليه المغربيه اللي كيسويو على التوقيت. انا غنقول لكم التوقيت بجرينيتش، وانتم تشوفوا التوقيت ديال كل دوله. مدرب عالمي صراحه، مدرب ناضي، حتى التغييرات اللي دار كانوا في المستوى، هما اللي جابوا الفوز. نلعبو غيكون رمضان نهار ثلاث نهار خمسة اليوم. اليوم خمسة غادي يلعبو النهار، نشوف النهار بالضبط يكون نهار تسعة تسعود، ما كنظنش مازال ما يسالي رمضان. نهار تسعود مازال رمضان يكون 29 ولا 28، دابا 25 26 27 29 رمضان 29، ربما غادي يكون الغد ليه العيد، ربما إلا كانت 29 رمضان غادي تعلن 29، وربما إلا ما إلا ما كانش الهلال راه غادي يكون نهار 30، يعني نهار 29 رمضان نهار 9 غادي يكون الماتش. قصيمين يلعبوا مخير تيران ديال فاس كيتصلح، أغلبية الملاعب كيتصلحوا، ورغم ذلك المنتخب المغرب كان 16 المنتخب في المغرب هنا فاش لعب المنتخب مع موريتانيا وانغولا، كان 16 المنتخب كان 16 المنتخب هنايا في المغرب، رغم ان العديد من الملاعب كيتصلح، ولكن 16 المنتخب لعب مباراة ودية في المغرب هنايا. ديال فاش كيتصلح سفيان اش دي اش دي نابولي 59 اذا ديال النقره خويا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فقط على قناه اوريز نيوز البحث ويطلع لكم كل شيء. هنا هنا اسبانيا 12 12 ديال ديال اسبانيا، كنظن التوقيت ديال المغرب بحال اسبانيا. غادي يلعبو في التيران، ايه التيران الفاس ملعب مويا الحسن غالبا، هذاك التيران هو التيران صح ليهم، هذاك هو التيران. حنا غير الجمهور ديال الرباط غالبا الجمهور غادي يكون حاضر، حتى الملعب صغير الرباطيات غادي يكونوا في المواعيد وغادي يمشيو يشجعوا اللابوات. إذا تحياتي للجميع الإخوان. إذا الإخوان رمضان مبارك سعيد، عيد مبارك سعيد، رمضان قريب يكمل، رمضان العيد هو جاي دابا، راه ودن دابا ودنا المغرب. إذا صحة فطوركم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر وبث آخر، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة، نتلاقاو في الدور الأخير من إقصائيات مباراة الإياب إن شاء الله في ملعب مولاي الحسن بين المنتخب المغربي ومنتخب زامبيا. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.